ياسين بالكيران شنقر في مدرسة نور واحد، خويا راه امتحان فيزيك راه مشحر، اساتيدة مزيرين معانا وما كاين لا نقل لا والو، واش ندور نسول على الساعة تيبداو عليا، اجمع راسك غنتاخذوا معاك اجراءات، واش حنا راه تلاميذ، حنا راه غير طلبة، حنا غير طلبة، حنا علينا الله، حنا خصنا ندبروا على ريوسنا شوية، هادشي راه ماشي معقول. الامتحان كان في موت انا فهمتيني ديال الجامع، خصك تكون انت عارف شنو غتجيب فهمتيني، باغي تجيب 10 غتجيب 10، باغي تجيب 13 غتجيب 13. المهم راه المدرسة ديالنا الفرابير تعاملت معنا، داروا لنا جميع الحول باش نجحوا حتى حنايا، المهم خدمنا ان شاء الله نجحوا كاملين ونجحوا كاع على دوزوا الباك هذا العام ان شاء الله. البريباراسيون مع بنتي كانت مختلفه على ولدي العام، هذه دو زون هاد بنتي هاد العام خليتها دير داكشي اللي بغات الوقت اللي بغات، بالعكس عاونتها باش تستراح، كنقول لها ما تخصكش تخدمي بزاف، قراي بشويه عليك واللي جاب الله هي اللي كاينه، وفعلا راه اللي جاب الله هي اللي كاينه. هي كانت ان بو ستريسي سورتو البارح بكات شي شويه، وقلت لها راه داكشي اللي قريتي راه غادي تحسي براسك نسيتيه، ولكن ديري المجهود، مني تمشي توصلي قراي الورقه اتونتيفمون وجاوبي اللي مكتبه لك غادي توصلي ليها. هذا ما كان ولدي، نتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. الحمد لله كان داكشي شويه ساهل في المتناول، يعني ماشي شي حاجه، كاين شي اسئله صعاب غير باش يديروا لا ديفيرونس بين ليكسيلونس واللي حافظ شويه، دونك الامتحان زعما ساهل بارابور العوام اللي فايتين. ساهل دايرين سيونس فيزيك وما عندناش مع الفيزيك اخويا، مدوزين لها حاطين لينا هادشي، انت شوف دابا دعوه الله هذا شنو هو، واحد مصيب ضو جاي يصد علينا راسنا به وحاطين لنا الساتيليت ولا ما عرف شنو هو، قال لك دايرين شي ساتيليت ما عرف فضاء ولا ما عرف شنو هو، حاطينه ولينا دايرين عليه خويا، ما فرض ما والو، بنادم كيقول سهل سهل اش كيقرا في بريفيك، انا اولاد المخزن ما فاهمين والو، ما سهل ما والو، النوكليير اللي معولين عليه وما درنا فيه والو اصاحبي، بقى لينا داكشي ديال الميكانيك، اودي الله يسهل شنو نوجدو الراتراباج من دابا خويا صافي. كنقرا في مدرسة مسجد دوزت شعبة علوم فيزيائية، جانا ماشي صعيبة ماشي ساهل في المتناول، ما عنديش مع الماط اللي عندي معاه هو الانجلي مزيان، ولكن مهم مزيان دوزت داكشي مزيان، مع الظروف داكشي ما اللي ركزت عليه هو المواد الادبية. شكرا مدرسة بنو شومر، حنا كاملين بنو شومر مدرسة زوين والله شي زوين، اسيو ضريفين كلشي ضريفين، التعامل كنقرا في مسجد ودوزنا اليوم في الصباح فيزيك، دوزنا مزيان الحمد لله، هما الخوف القضية شوية مزيان، ولكن انا جيت في الطاولة الأولى ما عندكم الدار. كيفاش جيتي في الطاولة الأولى؟ جيت في الطاولة الأولى قدام الأستاذ قدام البيرو، ما عندكم الدار أصلا، ما جايب معايا والو، ما معول على والو، إن شاء الله نجح هذا العام.